الرالي هي شكل من أشكال سباق السيارات، وتعتبر من السباقات التي تعتمد على التحمل والسرعة، وتقام على الطرق العامة أو الخاصة عبر سيارات ملائمة لتلك السباقات. وهناك اتحادات دولية مختصة بتنظيم المسابقات حول العالم من خلال تنسيق أرض السباق على هيئة مراكز ثابتة من نقطة إلى أخرى ينتقل بينها المشاركون من أجل الفوز بالسباق بعد اجتياز المسافات على طول مسارات السباق بأقصى سرعة ممكنة. وفي هذه الحلقة سنكتشف تاريخ هذه الرياضة العريقة في البحرين، كيف بدأت وكيف تطورت، وما هي أبرز المحطات التي مرت بها، مع نخبة من رواد نادي البحرين للسيارات وسائقي سباقات الرالي. في خمسينيات القرن الماضي جرى إنشاء نادي البحرين للسيارات الذي يعتبر الأول من نوعه، ومن أهم أهدافه توفير عضوية مفتوحة لجميع عشاق هذه الرياضة وتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات من بينها سباقات الرالي. بالنسبة حق نادي البحرين للسيارات، يعني تقريبا هو أول نادي في منطقة يعني الشرق الأوسط تقريبا، يعني كان في 1952. أنا تعرفت على النادي أو على نشاط النادي تقريبا في حدود سنة 70 71. كنت طالع من العمل من ميناء سلمان يوم الجمعة، فكنت علشان أروح البيت اللي أشوف ناس متجمعة وناس تسابق، فوقفت. كان ذاك الوقت الحلبة موجودة مالت الأوتوكروس يوم الجمعة موجودة في منطقة اللي بين العدلية والجفير عند محطة الكهرباء، كان قبل وزارة الإعلام مو موجودة، فكانت الأرض هناك براحة عودة، فقسم سوينا قسم إنه موجود إنه ملعب مال كرة قدم شباب يلعبون فيه مال المنطقة. وتالي الوسطي المنطقة الوسطية تقريبا كان فيه مال الفروسية، نادي الفروسية اللي تالي انتقل إلى نزلة الرفاع إلى الحنينية. والقسم الأخير الطرفي اللي وياه عند الوزارة عند دائرة الكهرباء كان هني كانوا حق السيارات. فأوقف أطالع أول مرة مشيت، ثاني فترة بعد عقب كذي يعني عقب شهر شهرين بالصدفة مار بعد شفتهم، فحاولت إنه أوقف وأتعرف، فقعدت أتابع أسألهم في وين يروحون وين يجون عشان أتابعهم. لي تقريبا سنة 74 انضميت إلى النادي، فدخلت النادي وياهم. بس كان ذاك الوقت أول ما دخلت قالوا لي لا عندنا شروط قبل لا ندخلك، هو صج نادي البحرين للسيارات بس إحنا ما عندنا بحرينيين، فإذا بديش عندنا شروط. قلت لهم أنا موافق، شنو الشروط؟ قال لهم أنا أبغي الفوضويين، إحنا النادي قديم من 1952 وليحين عندنا برامجنا عندنا سباقاتنا وكل شيء وما حد يدري عنه إلا الجراب منه، فما نبغي الناس فوضوية يسوي لنا مشاكل ويبندون النادي مالنا. فالحمد لله تعرفت عليهم، مشيت وياهم يعني بالهواش شوي، ساعاتي أول أيام يهاوشوني وكل شيء، حاولت أن ألتزم وياهم.
فكان هو 1952 في وثيقة من المرحوم الشيخ سلمان والد الشيخ عيسى الأمير الشيخ عيسى الله يرحمه الله يرحمهم أجمعين، كان مأجرهم الأرض في منطقة الزلاق هني، معطيهم أول ما ابتدوا إنه يسوون حق النادي، وكان مأجرها لهم عليهم 10 ربيات. فالوثيقة موجودة، بس تالي الوثيقة اختفت ما أدري والله وين راحت. فتمينا من 74 ابتدينا بالأوتو كروس ولا النافيجيشن رالي. النافيجيشن رالي انا ما يعجبني لانه ما في سرعه، في انضباط اكثر، يعني التزام دقيق بالثانيه، في على سرعه الشوارع انه ما تزيد ولا تقصر، اذا تزيد عن سرعه الشارع تاخذ بنالتي، اذا تغل يعطي البنالتي مالك يغل. بس انا شفت انه كان ذاك الوقت قاعد استانس على النافيجيشن رالي، لان قاعد اشوف مناطق البحرين، قاعد اشوف البحرين اللي هي ديرتنا بس احنا ما نعرف عنها شيء، زوار نيقها، دواعيسها، برانها، الغرة ما كان ادري عن قبل الغرة ولا هذه. فكانت ما شاء الله كانوا الانجليز كانوا يعرفون كل المناطق في البحرين ونطلع فيها. فكان كل شهر يسوي لنا برنامج عندنا النادي، في مثلا ساعات النافيجيشن، النافيجيشن ويا اللي هو الرالي والريوق، نطلع نبتدي في الليل الساعه 12 الى الصبح الساعه 7 نخلص نروح. كان يعني في فندق معين يسوي لنا الافطار وكل شيء، نتريق ونروح لبيوت مالنا. كان في برنامج اللي هو تدريب السياقه، بس تدريب السياقه مو بالتدريب السياقه السياقه العاديه، يعني هو تدريب فن الصياغه، ان تنحط دوائر وطبيلات وكل شيء، ويخلونك تدش وتطلع بوقت سريع والتزام على الخط والمسار، ما تخطئ ما تدعم، كلك الا على بنالتيز او الدوار تلف عليه شنو تلف عليه وبسرعه ومربوط في سيارتك فيه. 76 قاموا يتكلمون على انه يحاولون انه يسوون رالي في الشرق الاوسط. فصارت المخاطبات لنا اعضاء، اكثر الاعضاء كلهم انجليز، وكلهم يعني ما شاء الله كلهم يعني الاعضاء كلهم مراكز، يعني مدراء في بابكو، مدراء في البا، مدراء في الحكومه، في طيران الخليج، يعني ما شاء الله عندهم بوزيشن. فقرروا لنا علشان يسوون الرالي، ف صارت الترتيب ويا الحكومة ويا دخلنا في شسمة، فنادوني أنا كأن أنا بأني أنا أول بحريني عشان أكون أمثل يعني في الكلام ويا وزارة الداخلية ويا الضباط مثلا ويا وزارة الصحة، وزارة الإعلام حق التغطية، الأشغال، الشوارع. فكنت أنا اللي البحريني اللي أتكلم وياهم في الاجتماعات مالنا. والله النقل الله يسلمك كان شركة عبد الله الوردي كانت تساعد ويانا للنقل السيارات عقب ما فتح الجسر. قبل افتتاح الجسر كان عن طريق فرضة المنامة في اللنجات، وبعض الأشخاص يعني كانوا عندهم عربات خاصة كانوا ينقلون سياراتهم يعني بروحهم، يعني يتحملون مصاريف باهظة في نقل السيارة. وفي احنا نرتب لهم مع المؤسسة العامة لشباب الرياضة، نرتب مع المرور على اساس انه حق التصاريح خروج السيارات ودخولها. بحرين انترناشونال رالي، فكل متسابقين من كل انحاء العالم. فشركات نيسان منزلة 3 سيارات كلها ابطال شركة نيسان من اليابان.
التويوتا منزلة 3 أبطال من أبطال التويوتا، والمسبيشي منزلين 3 أبطال من أبطال المسبيشي. الفرق 9 سيارات الأولية اللي هي أقوى سيارات في تقريبا في العالم، وبعدها تالي أبطال من بريطانيا، من ألمانيا، من هولندا، كل واحد يعني. فوصل عدد السيارات اللي دشت في البحرين وهو أكبر عدد كان ذاك الوقت ولليوم تقريبا 52 سيارة اللي دشينا. الحمد لله كل من قام يضحك على سيارتي، لأن أنا سيارتي من الكشرة زين، ويضحكون عليها ويطنزون عليها، والسيارات كلها البقايا كلها مجهزة من مصانع، والحمد لله قدرت أن أخلص في المركز السابع. بجانب تنظيم البحرين المتميز لسباقات الرالي، أنجبت العديد من الأسماء البارزة الذين لهم تجارب وإنجازات رائعة في هذه الرياضة، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي كانت تواجههم. أقبال البحرين على 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 الرالي هي يعني من أول سنة اللي ابتديت دخلت أنا في الرالي، هني صار انفتح وايد، كل من الشباب عرفوا ذاك الوقت شنو كان نادي البحرين للسيارات، لأن كان ذاك الوقت قلت لك كانوا كل الربع يعني يشتغلون بهدوء، ما يبون فوضويين، بس لما صار الرالي لا، فصار كل الشباب هواة السرعة هواة السيارات يجون، فكانوا كلهم يعني من يستشيرون كانوا يجوني دائما، كله يجوني البيت، احنا نبغى ندش، احنا نبغى نسوي، احنا نبغى ندش الريس، نبغى نسوي هاللون، فاقول لهم تعالوا كل واحد يجيب صور وياه ثنتين وندخلكم وادخلهم النادي في العضويه. وليه الحمد لله وصلنا ليه حين اللي هي صار لنا النادي كامل كله بحرينيين، ما في يعني الاعضاء الشباب كلهم بحرينيين الحمد لله. والله البحرين كان منظمين عدل على ايام النادي من قبل، عرفت؟ يعني كان نادينا على تحت إشراف الإنجليز والأجانب، هم اللي كانوا منظمين في الرالي، وهم اللي جابوا الرالي البحرين، سوينا الرالي في البحرين في 77 78، فكان منظم النادي صح وكل شيء، يعني يمشي جدول ماشي راليات ليوم كله. آخر شيء اللي أنا وقفنا عن النادي، المشاركة الخارجية تعتمد على الشخص نفسه، إذا قرر يشارك يتقدم حق النادي بخطاب رسمي، نوافق لو نقوم بالجهات المراسلات حق الدولة اللي راح يروحها، ودعم من جهة النادي ما كان فيه لأن ما عندنا دعم مادي، فيعتمد عليه هو، إذا هو عنده سبونسر بيروح يشارك. الدولة المستضيفة كانت توفر لنا للأمانة سكن مدة المشاركة، ويعتمد على الشخص نفسه. بدايتي في رياضة السيارات اللي هو في أول رالي في سنة 87 اللي هو جولة من ضمن بطولة تحدي الصحراء في الخليج والأردن، يعني من ضمنها بطولة الشرق الأوسط يعني تعتبر، فكانت أول مشاركة لي في هذا الرالي، حصلت فيه على المركز الخامس ترتيب العام، وأول مشاركة وأول متسابق بحريني. ومن بعدها انتقلت إلى الراليات، كملت بعض جولات البطولة في عمان وفي الأردن. الأردن ما توفقت، تعورت سيارتي وما انسحبت من الرالي، واستمرت من هذه اللحظة من ذيك البداية إلى الآن يعني مواصل، يعني بصفة عامة كمتسابق بحريني وخصوصا في رياضة السيارات. السائق البحريني مميز فيها، لأن أول شيء سائق مهني وعنده رعي صنعة ويفهم في الميكانيك وفي تطوير السيارات، وكل من يعني يشيد فيه البحريني بالنسبة لما يجهزون سياراتهم الشباب، يمكن ما لحقتهم، يمكن مواليد صغار يعني، فكان الشباب كلهم متكاتفين مع بعض، كل من يساهم يعني حتى المتسابق مع المتسابق الثاني يساعده بسيارته، يصلح سيارته، تجهيز سيارته، كانوا يساعدون بشيء ما تتصور يعني. فكان السائق البحريني مميز يعني، بغض النظر عن ان هذا كان يكافح من اجل انه يحصل على مراكز متقدمه وينافس متسابقين ابطال العالم مثلا،
والله أول رالي استوى كان سنة 77-78، هاي ما دشيته، دشيت 78-79، دشينا في سيارتي سوزوكي أنا وعارف، الحمد لله كنا كار نمبر 69-69 رقم السيارة، رقم السيارة، وصلنا معهم يخلصوا السيارة 23 سيارة ذاك الوقت، يعني كان رقم ورا رقم، يعني فردي كان الأرقام 1-3-3-5 هلهم أرقام السيارة. فيوم خلصنا كنا رقم 23 أو 33، رقم 33 من كم كنا سيارات تقريبا 60 سيارة أو أكثر، يعني جبنا رقم 33 الحمد لله خلصنا، وايد ارتحنا ذاك اليوم، يعني يوم وليلة نسينا روحنا، طيب يعني كل عمرنا ذاك اليوم وليلة حق أناستنا كانت. تألق سائقين البحرين لم يكن مقتصراً في السباقات فحسب، بل تكونت لديهم أيضاً خبرات ومعرفة كافية عن عالم الرالي، الأمر الذي مكنهم من تجهيز سيارات الرالي وإصلاحها بكل احترافية. أنا ما لحقت علي سنة 37، أنا لحقت في الوالد من نهاية الخمسينات بداية الستينات، أنا اشتغلت فيها من ذاك الوقت، يعني أنا صغير في 6-7 سنوات أروح وياه كل يوم، متولع وياه بالسيارات على طول، ما هده دائما وياه، من أحول أمشي وياه السيارة يوديني وياه كل مكان، يعرفني على الأوادم، يعلمني على السيارات، وحين ولدي ما شاء الله عليه نفس الطريقة علمته، سأل عن أي سيارة تاريخ هذه يعطيك إياه صح كامل. مضطرين ان احنا نجهز سياراتنا بنفسنا، ومن المشاركات مالنا والتجهيزات اللي نشوفها في الفرق الثانيه تعلمنا وايد اشياء، يعني فقمنا نشتغلها بيدنا، كنت اجهز السيارات ونروح نشارك فيها ونجرب ونسوي ونشوف الاغلاط مالنا ونعدل عليها، لين وصلنا لمستوى ان نجهز سيارات حق بطوله العالم، الراليات الصحراويه، بطوله الشرق الاوسط، فالجراج لا زال موجود ان شاء الله، والى اخر نفس احنا صامدين. هناك من البعض ممن لا تزال أذهانهم محتفظة بذكريات ومواقف لا تنسى في رياضة الرالي، والبعض الآخر قاده شغفه وحبه للرالي بأن ينشئ مطعماً ليكون وجهة مثالية لمحبي رياضات السيارات. والله موقف الله يسلمك كان في 80-81، كان في انترناشنال رالي هنا في البحرين، وطالعين نتمرن احنا، وكان ويانا شخص اجنبي، كنا في راس البر وتاخرنا لوقت متاخر من الليل، كان السباق بعد ما ضمنا كان في مراحل ليليه، فيوم رجعنا البيت نوصل الشخص هاي الاجنبي للبيت، زوجته مرضت تدخل البيت، هذا الموقف ما ينسي، فمر ليومك وين رجع. في أول جولة صار شيء موقف، يعني أول مشاركة لي اللي حدث لحد الآن أنا أحتفظ فيه، يمكن الكاس مو عندي عشان أثبت لكم أنه أني أنا حصلت على المركز الخامس، فكان في غلط حسابي في النتائج مال رالي البحرين أول جولة، وانحسمت النتيجة وتوج شخص ثاني، وبعدين رجعوا وتوجوني أنا مرة ثانية، فأنا أستحي إني راح أخذ الكاس من عنده، خليت عنده الحين لحد الذكرى الألفية. فكرة الديكور طبعاً أنا كنت أدش الرالي من 78، أول رالي دشيتها مع نادر إنجينير، كنت أنا المساعد ماله، لسنة 88. في 2015 طبعاً طلعت تقاعد، جاتني الفكرة المحل أن أسوي محل فيه أشياء مال سيارات، موتر سيكل. فكان احسن محل انه يكون هني، لان هي محل بيت البحرين، بعدين محطه بترول، ومثل ما تشوف الصور في المحل، يعني اكثر اللي يجون هني كله محبين السيارات، محبين الدراجات،
الناس اللي كانت تدش سباقات والناس اللي تدش الدراج هالايام يعني دائما من حلبة البحرين عندنا هنا. فهذه كانت الفكره ان تسوي المحل شيء غير عن الاماكن الثانيه، انه يكون فيه صور سيارات، الناس اللي تحب السيارات السبورت، سيارات السباق، خصوصا ايام الفورمولا. عندنا ناس وايد يجون هني يعني من الحلبة يجون هني. بعدين شغلنا في حلبة البحرين بعد، عندنا الفود تراك نسوي كل الايفنتات في حلبة البحرين، فنشوف سباقات اللي تصير في الحلبة وهذه. ومثل ما قلت لك يعني اكثر الناس اللي تهني من محبين السيارات من واتر سيكل. فيات الفكرة والحمد لله يعني الناس قاعدة تي والناس عرفوا المحل. فيعني حتى من تقول البادوك قال لك اوه اللي في الزلاق يا حلبة البحرين. فهاي الفكرة اللي جات من يعني من ايام السباقات وهذه.